كابتن علي، في البدايه كده يعني قبل ما نخش معاك بقى على بطوله العالم والانجاز العظيم اللي احنا حققناه في فرنسا، يعني نعرف بس الناس شويه كره السرعه، يعني اديهم بس فكره بشكل يعني اعمق كده عن كره السرعه، وكمان ازاي بتحسب القوانين بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه احب اشكر قناه صدى البلد وبرنامج ان بوكس على تسليطه الضوء على بطوله العالم 31 اللي مصر الحمد لله فازت فيها بالمركز الاول في الكبار والناشئين. الكبار 8 ذهب 2 فضة، في الناشئين 3 ذهب و1 فضة. نخش يعني كرة سرعة، يعني ايه كرة سرعة؟ طبعا احدى الرياضات الفردية، رياضات كرة ومضرب زيها زي الاسكواش والتنس والريشة الطايرة، يعني ألعاب كرة ومضرب يعني. بس هي طبعا كرة سرعة بتتميز بمميزات خاصة، طبعا أميز حاجة فيها ان هي مصرية، مبتكرها المصري، لعبة مصرية 100%، مهندس محمد لطفي رحمة الله عليه هو مبتكر اللعبة دي. اللعبة دي من ضمن مميزاتها او من اقوى مميزاتها ان انت ممكن تمارسها لوحدك، يعني بمفردك، اللي هو اللعب السولو، ان انا العب بالاربع اوضاع بمفردي، الجهاز قدامي، انا بلعب مرة بالايد اليمين، مرة بالايد الشمال، مرة بالمضربين، مرة بالمضربين امامي، مرة بالمضربين خلفي. فطبعا دي من ضمن اقوى المميزات اللي مش موجودة في اي رياضة اخرى، اي رياضة كرة ومضرب لازم اتنين قصاد بعض، لازم فيها مشاركة. وعندنا تاني ده اللعب السولو، طبعا عندنا بقى اللعب الانفرادي الفرد، يعني اللي هو واحد ضد واحد او اتنين ضد اتنين، ولدين ضد ولدين، او ولد وبنت ضد ولد وبنت. طبعا كرة السرعة منقسمة لعدة ايفنتات، اولهم السولو زي ما قلت، السولو في الناشئين عندنا مراحلنا، احنا بكلمك على النظام المحلي يعني النظام المصري مش النظام الدولي. النظام المصري قائم على مراحل الناشئين من مرحلة الميني اللي هي تحت 7 سنوات، مرحلة 9 سنين، 11 سنة، 13 سنة، 15 سنة، بنقف عند 15 سنة دي مرحلة الناشئين. تمام. 17 19 عمومي، 17 19 21 عمومي، ده مرحلة الكبار. في مرحلة الناشئين بالنسبة للعب السولو اللاعب بيلعب الوضع الواحد نص دقيقة، يمين مرة، شمال مرة، مضربين أمامي مرة، مضربين خلفي أو باك هاند مرة. بيتجمع مجموع الاربع اوضاع وبترتب الاول والثاني الثالث على حسب مجموع الاربع اوضاع. وقت معين ولا بنتيجه؟ نص يعني دقيقه، ما انا قلت الوضع الواحد في الناشئين نص دقيقه، يعني يمين نص دقيقه، شمال نص دقيقه، امامي نص دقيقه، خلفي نص دقيقه، دقيقتين اجمالي الاربع اوضاع، دقيقتين دقيقتين فرق بين كل وضع ووضع نص دقيقه راحه لتغيير المضرب. بين كل، يعني انا لعبت اليمين نص دقيقه، بريح نص دقيقة عشان اغير العب بالشمال نص دقيقة، بلعب المضربين نص دقيقة، بالمضربين باك نص دقيقة، فالمجموعة بالنسبة للناشئين دقيقتين وراحة نص دقيقة بين كل وضع ووضع. بالنسبة للترتيب اللي بيجيب اكتر، يعني انا جبت 200، انت جبت 199، عمر جاب 198، ده انا اول، انت تاني، انت تالت، ده الترتيب. بالنسبة لاحتساب الضربات، احتساب الضربات هي طبعا اللي انتوا عارضينه على الشاشه دلوقتي، ده مباراه لعب الزوجي الرجال، ولدين ضد ولدين، ده مختلف عن الفردي اللي اتكلمنا عليه من شويه. اللي هو مضربين مختلف عن الفردي اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، ده اللعب الزوجي اللي هو الملعب بيتقسم اتنين. الملعب عباره عن 6 متر 60، تمام، في 8 متر. ال 60 سنتي دي اللي هي الشريط الابيض اللي انتم شايفينه اللي هو بخطين حمر في النص ده واللي جاز عليه، ده فاصل الملعبين، ده السنتر، يعني ده السنتر اللي فاصل اللي الملعب نص ونص. تمام. فاصل الملعبين. طبعا في نقطه ارسال، احنا دخلنا كده على اللعب الزوجي، يعني هنرجع تاني للسولو. في نقطه ارسال اللي هي بدايه اللي اللاعب واقف عليها دلوقتي، ده بدايه نقطه الارسال، لازم احد القدمين على الارسال، ولازم الارسال يبقى موازي للارض، وبعد كده اللعيبه بتتبادل الضربات، يعني هم 4 بيلعبوا بعض دلوقتي، بس احنا بنسميهم الف وب وجيم ودال. الف لو الف اللي بيلعب الارسال، ب بيصد، جيم بيلعب الارسال، دال بيصد، والعكس صحيح. والارسال بيتناوب اللعيبه، كل لاعب بيلعب ارسال، يعني يعني مش 5 ارسال زي تنس الطاوله يتلعبوا ورا بعض، لا هو ارسال وبيغير، ارسال وبيغير. ده اللعب السولو ده الفردي. تمام.